بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة وأخيرة من برنامجكم صحتنا في رمضان. هذا البرنامج اللي تم رحلته عبر شهر رمضان، كل يوم كنا نطلع عليكم على شاشة القناة الرياضية وتطرقنا إلى العديد والعديد من المواضيع الغذائية والصحية والرياضية اللي إن شاء الله تكونوا استفدتم فيها، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا أن قدمنا فائدة وقيمة علمية لكم. طيب، وصلنا إلى نهاية شهر رمضان والعيد إن شاء الله بالغد، وخلنا نتكلم عن الأشياء اللي تصير بالعيد والعفسة اللي تصير بالعيد. أنا أسميها متلازمة العيد السعيد. ليش تصير هذه اللخبطة عند بعض الناس في موضوع الأكل، في موضوع النوم، في موضوع الصداع؟ هذا طبيعي جدا عندما تكون يعني في روتين شهر رمضان، خاصة في الوجبات الغذائية، فطور والسحور، العشر الأواخر، ممكن النوم يتلخبط عند بعض الناس. كل هذه الأشياء الجسم بالعيد راح يحتاج إلى وقت للتأقلم فيها. فموضوع أنك تتعب أول يوم يومين طبيعي، موضوع أنك تصدع أول يوم يومين طبيعي، موضوع الغيبوبة اللي تصيب الناس بعد غدا العيد طبيعي، بعض الناس تحوشهم تلبكات معوية أيضا طبيعي، الصداع أيضا طبيعي. كل هذه نسميها adaptation period أو فترة التأقلم للجسم حتى يعود إلى روتينه اللي هو قبل شهر رمضان. لكن ننصحكم بعض النصائح الصحية. يمكن أبدأ بأول النصائح، أنه إذا حققت نتائج صحية في شهر رمضان، إذا سويت سلوكيات زينة، إذا تعودت على الرياضة قبل الفطور، إذا عدلت أكلك، استمر، لا تنسى هذه الأشياء اللي اكتسبتها في شهر رمضان. إذا أنت في شهر رمضان خففت وزنك ونزلت، الله وفقك، كيلو كيلوين الحمد لله، لا تزيدها، وخاصة بالعيد، لأن العيد راح يكون غراء شوية. أول يوم العيد متوس لحم والحلويات والطلعات، ممكن تزيد وزنك. لذلك المكاسب الصحية والسلوكيات الصحية والعادات الصحية الجيدة والمفيدة اللي اخذتها من شهر رمضان أتمنى تكمل فيها. يمكن أيضا من الأشياء اللي يعني ننصح فيها، وهي من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أول يوم عيد عملية الإفطار بتمرة، والتمرة يعني قبل يروح المسجد لصلاة العيد يأخذ له هذه التمرة البسيطة اللي تعلن للجهاز الهضمي، نقول له خلاص حق المعدة انتهى وقت الصيام، والآن إفطار وتعودي على عملية الهضم، وخلي إنزيماتك في الفترة الصباحية موجودة، أنها 30 يوم المعدة تكون في حالة سبات أو حالة نوم. فموضوع نرد على موضوع الإفطار جميل جدا بهذه السنة النبوية بالتمرة، والتمرة تعتبر أفضل وأبسط السكريات أن تساعد عملية الهضم، وتقول حق المعدة يلا ترى بعد الصلاة في ريوق جايك وانتهى وقت الصيام. فهذه من السنة أيضا من العادات الصحية اللي سبحان الله يعني مقرونة بالسنة النبوية. أيضا موضوع الإفطار أول يوم رمضان يعني احرص أنك ما تلخبط فيه، خاصة موضوع المعجنات. وأنا بالنسبة لي إذا سألتموني شنو أسوأ أنواع الإفطار أو الريوق، راح يكون معجنات. أنا معجنات سيئة جدا، سبب الغازات، سبب الحموضة، ما فيها أي فائدة أو عايدة. فرد على موضوع الفطور أو الريوق الزين، البيض، أنواع الأجبان الطبيعية، ولما نقول أجبان طبيعية يعني جبن الفيتا، الحلوم، ونوخر عن الأجبان هذه اللي بالجلاس أو المربع أو السلايس أو المثلث، كل هذه أجبان صناعية، شوية زيتون، شوية طماط، شوية خيار، شوية فول. يمكن أيضا بعض الناس متعودين على البلاليط، ماكو مشكلة بس لا تكثرون الشيرة، بس دائما البيض فوق البلاليط أيضا يعني يعتبر خيار جيد. فموضوع الفطور في أول يوم في رمضان خلنا نبدأ بداية زينة ويكون ريوق صحي ونكمل عليه لما بعد شهر رمضان. خلونا ناخذ فاصل ونكمل على عادات العيد السعيد إن شاء الله علينا وعليكم. رجعنا لكم بعد الفاصل ونتكلم عن متلازمة العيد السعيد وبعض النقاط الصحية في أيام العيد، اللي إن شاء الله الله دائما أيامكم عياد وأيامنا عياد يا رب. من الموضوعات اللي أنا أحسها كطبيب عائلة، وايد ناس يصابون بتلبكات معوية خاصة أول يوم ويومين بالعيد، هذا نتيجة الإفراط بالطعام وتناول أصناف مني ومنك. طبعا العيد فيه زوارات، وكل ما تروح مكان ما شاء الله يعطونك الحلويات أو يعطونك المعجنات أيا كان، فأحرص أنك ما تصرف، خاصة موضوع الحلويات، خاصة اللي عندهم سكر. يعني أنت لك باليوم تأكل قطعة قطعتين، ما ينفع أن على بونا عيد تفتحها بحري،
فاحنا صرنا الحلويات تكون باعتدال. الشيء الثاني موضوع الوجبات الرئيسيه، الرد على النظام اللي هو الريوق، سناك غدا سناك عشاء، احرص انك ما تنو يعني ما تكثر بالطعام عشان لا تحوشك هذه التربكات المعويه. الشيء الثالث لا ننسى الالياف في فتره العيد، يمكن اكلنا يصير شويه ناشف، وايد حلويات وايد يعني نواشف، وننسى موضوع الالياف اللي عن طريق الخضروات او الفاكهه ممكن يسبب لنا امساك. ايضا من العادات الصحيه اللي انصحكم فيها الماي، موضوع الماي مهم جدا لا ننساه في فترة العيد، خاصة الناس اللي يصرفون في موضوع الشاي والقهوة. طبعا من عادات العيد يعطونك شاي يعطونك قهوة مني منك، فممكن وانت ما تحس شربت لك 10 أكواب أو شربت لك كمية كبيرة من الشاي، وهذه ممكن تكون خطر جدا خاصة عند الناس اللي عندهم ضغط دم، ممكن كثرة الكافيين ترفع الدم، أيضا كثرة الشاي والقهوة تخليك تنسى الماي، وهذه المشروبات أيضا فيها الكافيين ممكن يكون فيها إدرار هرمون البول من جسمك. فأحرص أنك بطل ماي معاك أو قلاص معاك الماي معاك، ولا تصرف في المشروبات المحتوية على الكافيين. أيضا موضوع النوم، تونا خاصين من رمضان وبعد الجيام ممكن مواعيد النوم متلخبطة، احرص أنك أول يوم من أيام العيد خاصة بعد الغداء راح تدوخ أدري، إذا جيت بتقيلل أو نسميها الغيبوبة الجماعية، هذه الكلمة سدح بالصالة والدوانية، احرص أنك ما تزيدها عن ساعة، لا تنام أكثر من ساعة. ليش؟ عشان عملية العودة إلى روتين النوم الطبيعي، نفس ما قلنا سابقا أن القيلولة تكون زينة ومفيدة وصحية طالما أنت ما عديت ساعة، يعني ما دشيت في مراحل النوم العميق. طالما أنت أقل من ساعة 45 دقيقة راح تقوم وانت مفرفش مصحصح وراح تنام بالليل، لكن إذا عطيتها مديتها بساعتين 3 ساعات راح تقوم مصدع، مزاجك مو زين، وراح يصير فيك أرق، وراح تسهر اليوم الثاني، وراح تحتاج لك إلى أيام أكثر لعودة يعني sleep cycle أو عودة يعني دورة النوم إلى المراحل الطبيعية. يمكن هذه أهم الأشياء بالعيد، حلويات اعتدل فيها وقول لا، ترى ما فيها شيء تقول لا، يعني مو أي أحد عطاك يعني ما لازم تزعله، لا قول أنا خلاص بس ما أبي. لما تقول ما أبي صمم، لأنك إذا قلت ما أبي راح يعطيك ويلزم عليك، أنت لازم على عاد في كتاب اسمه كيف تقول لا، أنصحك تقرأ إذا أنت إيمانك ضعيف خاصة دنام الحلويات. فاعتدل بالحلويات اللي راح تقدم بالعيد، اعتدل بالمشروبات المحتوية على كافيين، الشاي والقهوة خاصة إذا فيك ضغط، لا تنسى الخضروات والفاكهة عشان الألياف، موضوع النوم عشان ما تتعب وطول مدة التأقلم، احرص أنه من أول يوم ما تطول قيلولة وتنام في فترة معقولة بالليل، وإن شاء الله يكون العيد سعيد عليكم، وإن شاء الله في يعني هذه الرحلة اللي مشينا معاكم فيها من أول يوم إلى رمضان 30 حلقة قدمنا لكم الفائدة، وهذا يعني دعوة لكم من جميع طاقم البرنامج، يعني نتمنى تكونوا استفدتوا، وإذا استفدتوا لا تحرمونا من زين ومن طيب دعواتكم إن شاء الله، ونتمنى رمضان هذا كان صحي وكان زين، ونتمنى السلوكيات الزينة والعادات الزينة تكملون فيها، يعني نستودعكم الله ونشوفكم إن شاء الله على خير ودائما على صحة ودائما على عافية، ودائما اهتموا بصحتكم، ودائما أقول أفضل استثمار تسويه هو الاستثمار في صحتك وصحة أسرتك وصحة عيالك، وما هو متأخر أبدا، مهما كان وضعك الصحي مو زين، مهما كان عاداتك مو زينة، إنك تبدأ بالتغير وتحط السلوكيات الزينة والإيجابية والصحية. وصلنا لنهاية رحلتنا، نهاية حلقتنا، وشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.